وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، طبعا بعد تحية، بعد متابعة حضرتك للافتتاح الذي تم اليوم بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطات صعيد مصر في بشتيل، أهمية هذا الافتتاح وذلك من أجل المزيد من التطوير في قطاع النقل وكذلك أيضا في منظومة السكك الحديدية في مصر. أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدينكم. صحيح، هو النهارده حضور السيد الرئيس ليه دلالة، ودلالة مهمة، لأن يعني افتتاح محطة البعض قد يتساءل لماذا رئيس الجمهورية بالتحديد يكون موجود، لكن في دلالة وفي رسالة. الرسالة أن القيادة السياسية مهتمة بالكواليتي أوف لايف أو جودة حياة المواطن، وأن التطوير المستمر في الطرق والكباري والنقل واللي هي تعتبر شرايين للحياه الاقتصاديه وليس فقط مشاريع قوميه، شرايين للحياه الاقتصاديه مهمه جدا ان مصر بتطور فيها في السنوات الماضيه وبتكلف مصر كتير جدا. انت حضرتك اشرت الى تطوير سكك الحديد، مش بس محطه بشتيل، فعلا محطه بشتيل، وزي ما قيل ان كان البعض بيقول طب ما احنا عندنا محطه مصر وعندنا محطه الجيزه، محطه مصر والجيزه معموله 1800 وشيء، يعني في نهايه القرن القبل الماضي ايام ما كان عدد سكان مصر حوالي 20 مليون او 25 مليون، النهارده احنا فوق ال 110 مليون، وبالتالي هناك حاجه مستمره، وكل الدول بالمناسبه اللي تقدمت كانت دايما بتقدم من خلال التطوير المستمر للبنيه التحتيه. فالسكه الحديد كانت اعلنت يمكن من فتره عن تطوير السكك الحديد المصريه، ودي خطة بالمناسبة والأرقام مهمة، وخلينا أقول عشان شبابنا يعرفوها، احنا بنتكلم في حوالي 3 مليار لمصر، ده رقم كبير جدا. محطة بشير كلفت حوالي 2 مليار 2.5 مليار جنيه، طبعا تكلفة كبيرة جدا. شايف الخطوط اللي موجودة سواء اللي تمت في الروبيكي أو خط المناشي أو خط كفر داوود أو الخطوط الجديدة اللي تم افتتاحها مؤخرا، كل دي تكاليف كبيرة جدا على الخزانة المصرية. وقت يمكن انا برجع فيه للتصريح اللي يمكن اثار بعض التساؤلات، تصريح السيد رئيس الوزراء دوله رئيس الوزراء ان مصر في اقتصاد حرب. ايوه احنا في اقتصاد حرب، لان احنا فعلا في حاله حرب في مصر وفي المنطقه، ومع ذلك الدوله مستمره في صرف المليارات على تطوير البنيه التحتيه، ودي معادله صعبه جدا جدا، انك تكوني محتاجه ان انت تشدي الحزام ومحتاجه ان انت تخفضي الانفاق، لكن في نفس الوقت بتنفقي بذكاء او بترشيد أو في قطاعات معينة هي قطاعات مهمة للبنية التحتية وللتطوير الاقتصادي وعجلة التنمية وقلب الفرص. استكمالا للملف ده تحديدا أو للنقطة دي تحديدا دكتور عمرو، يعني السيد الرئيس فعلا أكد إنه الدولة المصرية كانت على دراية كاملة بحجم هذه التحديات الاقتصادية، ولكنها أصرت بجهودها وبجهود قطاع النقل أو وزارة النقل بشكل خاص على المضي قدما في مسألة التنفيذ لكل أوجه التطوير في هذه المنظومة وهذا القطاع المهم جدا بالنسبة للمواطنين. إلى أي مدى استطاعت الدولة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية أن تعمل على تطوير هذا القطاع المهم، وخاصة عايزة أتحدث الحقيقة عن العنصر البشري ومسألة التأهيل والتدريب المتواصل وتبادل الخبرات مع الخبرات الأجنبية في هذا القطاع المهم أيضا؟ شوفي، أنا هقول لك كلام مش من عندي، كلام من التقارير الدولية وتقارير التنافسية الدولية. قفزات كبيرة جدا في محاور أو محور النقل ومحور العبور ومحاور البنية التحتية في تقرير التنافسية الدولية. مصر قفزت، وأنا تاني بقولها، مصر قفزت قفزات كبيرة في محاور البنية التحتية والنقل والمواصلات في الفترة الأخيرة، ودي بتبقى المؤسسات الدولية اللي بتصنف وبتعمل تصنيف دولي لمعايير التنافسية الدولية، اللي جزء منها كبير عشان محتاجه تنافسيه واقتصاد وحركه، وكلمه حركه دي مهمه جدا، لان الاقتصاد هو حركه. صحيح، النقل والشراء والرايحه والجايه كل دي حركه مهمه جدا، يبقى عندنا بنيه تحتيه متطوره. محطه بشير زي ما حضرتك قلت فرص عمل، يمكن هتخلق 7500 فرصه عمل على سبيل المثال، وده رقم جيد جدا بيضاف الى رغبه الدوله في انها في عمليه الدوله. على فكره الدوله خلقت 5 مليون فرصه عمل في السنوات الماضيه، وده رقم كبير جدا. التطوير اللي تم في السكه الحديد، انا قلت اعلنت هيئه السكه الحديد عن خطه، وكلنا اعتقد كلنا لمسين ولمسنا نرجع 10 سنين للوراء لما كان هناك تاخير وحوادث وعدم انتظام
ويعني بنية متهالكة في بالذات في سكة الحديد، وقد ايه كلفتنا. نعم. وانا بقول كلفتنا مش بس فلوس، لا كلفتنا جهد ووقت وتخطيط كوادر مصرية مخلصة تمتلكها هذه المؤسسة العريقة. نعم. الوطنية المخلصة. الحقيقة الشهادة ليست فقط من المؤسسات الدولية، لكن شهادة أيضا وطنية على أن احنا قادرين على التطوير عندما نكون أو نريد أن نقوم بهذا التطوير رغم كل طبعا هذه التحديات الاقتصادية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.